ازيك يا جبال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تمام يا باشمهندس، اخبار صحتك ايه؟ الله يبارك لكم يا رب. لو يعني حد حل الواجب، ايوه انا حليت. طب يا اخي نبيل استأذنك معلش لاني مش فاكر المسائل، لو حد يمليني اول مسألة نحلها سوا كده. 172 دوت 30 دوت 1 دوت 128 سلاش كام؟ سلاح 26. طيب الاي بي ده اخ نبيل انت طلعته ايه؟ نتورك ولا هوست ولا برودكاست؟ نتورك اي بي. نتورك اي بي، الله يفتح عليك. صحيح. طيب حد معترض مع اخونا نبيل؟ لا لا تمام هندسه. طيب معلش نحلها عشان اخونا حسن اللي جاله ضيوف امبارح. ماشي الله يبارك لك والنبي. ايوه وضحها توضيح. بص يا عم حسن، اولا الاي بي ده كلاس اي ولا بي ولا سي؟ هبص على اول خانه دي على ايدي الشمال، هلاقيها في الرينج اللي هو من 128 لما ل 191، يبقى ده كلاس بي. انا هرفع لك المحاضره يا حسن ان شاء الله عشان تسمعها من اول تاني واحده واحده. ان شاء الله لو سمعتها هتفهم كويس جدا. فالمهم الاي بي ده طلع كلاس بي. طب المفروض الماسك بتاع كلاس بي سلاش كام؟ 16. طب هو سلاش كام دلوقتي؟ 26. عدد الوحايد في الماسك زادت عن الطبيعي بتاعه. اذا هذا الاي بي، ها اذا هذا الاي بي ايه؟ معمول له سبنيتنج. طب تعال نشوف متقطع على كام. خد الماسك ده افرده 26 دي، قول له 255 255 255 كده 24 واحد، واضل لك ادي واحد اثنين. مفهوم كده يا عم حسن؟ معاك يا ريس. تمام. يعني انت لغايه دلوقتي مفيش في مشاكل قدامك على اللي احنا قلناه ده؟ انا امبارح لغايه الكلاسات كنت زي العسل، بعد الكلاسات يعني كلاس ايه وكلاس بي وكلاس سي وكلاس دي وكلاس ايه كنت فاهم تمام. بعد كده طب انت فاهم لغايه دلوقتي اللي انا كتبته ده عباره عن ايه؟ اللي هو 255 لغايه الواحدين في الاخر دول، انت عارف جم منين اصلا؟ يا حسن انت عارف عارف المنظر ده كده انا جبته منين؟ والله يا طب يا ريت معلش وضحه. معلش يا باشمهندس. طب يا جماعه سلاش 26 دي يعني 26 واحد، يعني تقعد تكتب وحايد كده جنب بعض 26 مره. طب ما الثمان وحايد طبعا انت بتكتبهم 8 8 ضد 8 خانات كمان و8 خانات كمان، الثمان وحايد 255 يا حسن. فانا عايز اكتب 26 واحد. خلاص ادي 255، ادي كده اول كام واحد؟ اول 8 وحايد كمان 255 يبقى كده 16 واحد، كمان 255 يبقى كده 24 واحد. فاضل لك كام واحد يا حسن عشان تجيب ال 26؟ فاضل اثنين كده. فاضل اهم واحدين اهم، وكملت الباقي اصفار. ماشي كده؟ طب الباقي اصفار ليه بقى يا باشمهندس؟ الباقي اصفار ليه بقى؟ لان انت عندك 26 واحد وهم خلصوا لغايه كده. طب هنا المفروض ان انا اكمل الخانه، المفروض ان انا اكمل دي. طب اكملها وحايد؟ لا اصفار. كملها اصفار. اه. فاهم حاجه؟ تمام يا باشمهندس. طيب. تمام اه كده تمام. هنقول له هنا 255 255 255 الواحدين والباقي اصفار دول عبارة عن ايه؟ كام بالعشري؟ لما نيجي نحولهم من النظام العشري يا عم حسن على حسب الجدول اللي انا كنت رسمته قدامكم، لكم احفظوه، 192 الرقم ده كله كده يعادل بالعشري 192. بنحسب حاجة اسمها الهوب كاونت. الهوب كاونت يا جماعة عبارة عن 256 ناقص، دايما بنكتب 256 ناقص الرقم الغريب اللي هو ده اللي هو 192. يبقى الناتج كده بيساوي كام يا جماعة؟
64. يبقى احنا هننط ب 64، هننط في الخانه الرابعه، الخانه الرابعه. بس احنا لما بنيجي ننط بننط في الاي بي ادرس، نكتب بقى كده نقول له يبقى 172 دوت 30 دوت 1 دوت الخانه اللي هتنط فيها صفرها 26. 172 دوت 30 دوت 1 دوت 0 و 64 انت هتنط ب 64، 0 و 64 يبقى 64 26. واللي بعدها 172 30 1 64 و 64 128 سلاش 26. طبعا لو تلاحظوا الرقم اللي احنا بندور عليه اصلا 128 اللي هو فين؟ ده نتورك ادرس. نتورك ادرس. فهمتوا؟ يبقى فعلا زي ما انتوا قلتوا او زي ما اخونا نبيل قال، فعلا الادرس ده عباره عن نتورك ادرس. بص يا عم حسن، واضح ان من 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 اسلوب سؤالك ان انت في حاجات كتيره واقعه منك، يبدو ان ثلاث ارباع الحصه، اكتر من ثلاث ارباع الحصه واقع منك. ف اكيد معلش يا اتفضل سامع. هنقول لك ثلاث ارباع الحصه اللي فاتت انا ما كنتش موجود فيها، لدرجه انك انت مجرد ما بتعمل سلاش واي عدد بعد منها انا مش فاهم يعني ايه بعد ايه. طيب. بعد السلاش ده يعني إيه؟ يبقى خلاص انا كده فهمت العله. انا تخيلت العله ان انت مش فاهمني عشان انت مش قادر تستوعب الكلام اللي انا بقوله. العله دلوقتي ان انت كان جالك ضيوف، فانت ايه طبعا ما ينفعش انك تسيبهم، فكان لازم تستقبلهم، فطبعا الحصه وقعت منك. طيب انا ان شاء الله هرفع الحصه النهارده وهبعت لكم اللينكات على الايميلات بتاعتكم، هبعت اللينك الفيديو على الايميلات بتاعتكم بحيث تعملوا داونلود وتنزلوه. وانت عم حسن مطلوب منك الحصه بتاعت المره اللي فاتت تسمعها كويس جدا، اسمعها، لان انا متاكد طالما انت فاهم لغايه ما قبل ما الناس كانت تجي لك انا متاكد انك هتعرف تكمل. ولو في اي اسئله انا معاك، يعني انا برضو مش هسيبك لان يهمني انك تفهم الحصه دي قوي. طيب ما انا عشان انت قلت لنا دي تلت المنهج. طيب كلام جميل. انا هبعت لكم اللينك بتاع الثلاث محاضرات تاني. انا بعت لكم صحيح اللينكات النهارده، يعني انا كنت بعت لكم اللينكات دلوقتي على ال اهي، انا كنت بعت لكم لو انتم شايفين الشاشه بتاعتي، ادي لينك اهو وادي لينك اهو، المحاضره الاولى والمحاضره الثانيه. ان شاء الله هبعت لكم المحاضره. خلاص ماشي. ثانيه واحده يا شباب، يعني ان شاء الله تسمع المحاضره الثالثه باذن الله ارفع عنك، وانت بقى ايه يعني تعامل انت بقى فيها باذن الله. ولو في اي اسئله يعني هيبقى الموضوع بسيط وسهل. خلاص نبدا بقى في حصه النهارده عشان بس الوقت ما يجريش مننا. بصوا شباب، عشان الداتا تنتقل من اي جهاز لاي جهاز تاني في الشبكه او بره الشبكه بتاعته، من اي جهاز لاي جهاز كمبيوتر، لابد الداتا قبل ما تخرج من الجهاز اللي هو السورس ده لابد يكون معاها ست حاجات. السورس اي بي، الديستنيشن اي بي. ايه السورس اي بي؟ عنوان الاي بي اللي هتخرج من عنده، عنوان الجهاز اللي هيبعت. الديستنيشن اي بي عنوان الجهاز اللي هتروح له الداتا. السورس ماك، الماك ادرس بتاع الجهاز ده. الديستنيشن ماك، الماك ادرس بتاع الجهاز اللي المفروض تروح له الداتا او اللي انت هتسلمه. السورس بورت، البورت اللي الداتا هتخرج منه من الجهاز، والديستنيشن بورت. وبالتالي دي حته جديده انا اول مره احطها، السورس بورت والديستنيشن بورت. البورت اللي الداتا او الفتحه اللي الداتا تخرج منها من جهازك، والفتحه اللي هتدخل فيها عند الجهاز الديستنيشن. حصه النهارده ملخصها الست حاجات اللي انا قلتهم دول. فتعال ناخدهم بقى واحده واحده من الاول خالص، من اول السورس بورت والديستنيشن بورت. اسف، من اول السورس اي بي والديستنيشن اي بي. طيب كلام جميل. دلوقتي تعالى ناخد اول حته اللي هي السورس اي بي، العنوان السورس. العنوان اللي انا باخده على جهازي ده يا جماعه يا اما بيبقى ستاتيك يا اما بيبقى دايناميك. يعني ايه ستاتيك؟ ستاتيك يعني انا بحطه بايدي زي ايه؟ زي كده دلوقتي.
لوكال اريا كونكشن واقول له بروبرتيز واعمل كده واقول والله انا عايز اخد الاي بي 10005 والماسك بتاعي كذا والجيت واي بتاعي 10001. خدت بال حضرتك؟ ده كده انا حطيته ستاتيك، ستاتيك انا اللي حطيته بايدي، انا اللي حطيته بايدي. طيب لو انا عايز احطه دايناميك، ده بالنسبه للاستاتيك. طب افرض انا شغال في شركه، الشركه دي فيها يا جماعه حوالي 1000 جهاز، اظن مش منطقي هقعد على كل جهاز احط له الاي بي والماسك والجيت واي والدي ان اس، مش منطقي يعني. لا انا كل ما هنالك ان انا هجيب سيرفر هنا كده، خدت بال حضرتك؟ السيرفر ده هيبقى اسمه دي اتش سي بي سيرفر، هيبقى اسمه دي اتش سي بي سيرفر. هيبقى السيرفر ده اسمه يا شباب؟ ها حد يرد عليا؟ دي اتش سي بي سيرفر. الدي اتش سي بي سيرفر عبارة عن هقول لك ايه يعني، هو اختصاره اصلا دايناميك هوست كنترول بروتوكول. دايناميك هوست كنترول بروتوكول، ولكن ايه عمله؟ عمل ان هو بيفرق اي بيات. يجي جهاز زي ده مثلا يقوم عامل كده معلم على حاجه اسمها انا عايز اي بي اوتوماتيك، ويبعت حاجه اسمها للسيرفر ده كده حاجه اسمها دي اتش سي بي ريكويست. ايه معناها دي اتش سي بي ريكويست؟ انا عايز اي بي وماسك وجيت واي، انا عايز اي بي. يقوم السيرفر ده يفهم انك عايز اي بي، يقوم باعت لك يقول لك يا عم خد اي بي. ده برضه عايز اي بي، انا عايز اي بي، خد يا عم اي بي. فاهمين يا شباب؟ دي انا عاملها هنا، يعني انا عاملها على جهازي. بصوا كده معايا، لو فتحته هنا معايا محدش يقول لك الباشمهندس احمد شغال من غير اي بيهات. لا يا حبيبي، انا معلم هنا على حاجه اسمها ايه؟ اوبتين اي بي ادرس اوتوماتيكلي، احصل على اي بي بشكل اوتوماتيك. فانا اللي بيحصل من جهازي ان جهازي في دي اتش اس بي سيرفر في المكان اللي انا فيه، وان جهازي ده خليني بس وجهازي ده بيبعت في هنا مثلا في المكان هنا دي اتش اس بي سيرفر، جهازي ده المفروض بيبعت دي اتش سي بي ريكوست انا عايز اي بي، يقوم الدي اتش سي بي سيرفر يقول لي خد الاي بي كذا 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 اشتغل عليه. طب واحد يقول لي يا باشمهندس طب لما انت بتعمل كده نقدر نشوف الاي بي بتاعك؟ اه طبعا تقدر تشوف الاي بي بتاعي، بس بدل ما تدخل هنا اقول له كانسل ادخل على ديتيلز. لو دخلت على ديتيلز بص الاي بي ادرس، اي بي فيرجن 4 ادرس 10 10 10 254، والماسك بتاعي كمان ما برميليش اي بي بس، ده برميلي اي بي وماسك وجيت واي 10 10 10 1، وكمان لو عايز يرمي لك دي ان اس خليك يرمي لك دي ان اس. طب يعني ايه جيت واي ويعني ايه دي ان اس؟ يعني ايه جيت واي ويعني ايه دي ان اس؟ افهمها لك كمان شويه. بس جيت واي هقول لك انا يعني ايه جيت واي دلوقتي. لو الجهاز ده يا جماعه مثلا، لو الجهاز ده عايز يروح للجهاز ده، اول حاجه لابد يكون معاه اي بي. طب لما يجي الداتا تمشي هتمشي ازاي؟ تمشي كده 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 كده، صح؟ كل مره لما يحب يطلع يروح على النت او يطلع بره الشبكه بتاعته لابد انه يعدي من الفتحه دي. اذا الفتحه دي بالنسبه لنا بوابه خروج. بوابه اصلا ترجمتها يعني جيت واي، جيت واي بوابه. فاذا مين هي بوابه الخروج؟ فتحه الراوتر المتصله معانا على نفس السويتش. الفتحه دي يا جماعه بيبقى لها اي بي على حسب الجهاز. انا الفتحه دي اي بيها 10.10.10.1، وانا جهاز انا واخد اي بي 10.10.10.254. فانا لو عايز احط اي بيهات مانيوال او ستاتيك بايدي للجهاز ادي له ده وادي له الماسك 255.255.255.0 على حسب عامل سبنيتنج ولا ما انتش عامل سبنيتنج، على حسب كلاس اي بي سي انت حر فيها. بس الجيت واي اللي هتحطه للجهاز ده كام؟ كام يا جماعه؟ 10 10 10 1. الجهاز ده نفس الكلام، الجيت واي بتاعه 10 10 10 1، وده نفس الكلام. كلهم اصلا لما بيجوا يخرجوا، كلهم لما بيجوا يخرجوا بيعدوا من هنا كده الجيت واي بتاعهم 10 10 10 1. ف
فده بالنسبه للايه لحوار دي اتش سي. تعالى اوريك الموضوع ده بشكل اوتوماتيك. لو انا فتحت الباكت تريسر, تعالى اوريك بيتعامل ازاي. لو انا جبت الراوتر ده هنا كده, وادي سويتش اهو, وادي جهاز ثلاثة, وتعالى نوصل الأجهزة دي كده. خلينا نقول نحط اي بي هنا وليكن 10.0.0.1, والاجهزه مثلا. تعال الاول بس يعني انا هعمل حاجه على الراوتر ده, ماكش دعوه باللي انا هعمله. الفتحه دي يا جماعه انا بس عايزك تتفرج بس. لو تلاحظوا ان الفتحه دي طبعا كل دول هيقدروا الا الفتحه دي حمراء. بورتات الراوتر بتبقى مقفوله مبدئيا, بتبقى مغلقه, فلازم انا افتحها. انا طبعا الاوامر دي هتاخدها ان شاء الله بقى الحصه الجايه انت بقى بالتفصيل, لان ابتداء من الحصه الجايه هنبدا ندخل في الاوامر بتاعه الراوتر, وازاي تدخل على الراوتر, وازاي تبرمج الراوتر ان شاء الله. فانا بس دخلت على الراوتر نو شت داون, بفتحه اخضر تاني اي بي ادريس 10.0.0.1 والماسك مثلا. طب لو انت جيت على الجهاز ده عايز تحط له اي بي اهو ستاتيك, لو عايز تحطه تكتبه بايدك انت. طب اوبتين اي بي اوتوماتيك هنا اسمها, حتى مسميها لك دي اتش سي بي اي. فلما تيجي تطلب, بص ريكويستنج اي بي ادرس, ريكويستنج اي بيطلب اي بي اهو, بيطلب فشل في طلب اي بي, واداك الاي بيات اللي هي يا جماعه كام, 169 254, ده مش دي اتش سي بي. في رينج اي بيات كده, لما الجهاز بتاعك بيحاول يطلب اي بي, يبعت برودكاست يا جماعه انا عايز اي بي ومفيش سيرفر يرمي له, يقوم الجهاز ده بياخد اي بيات اسمها ابيبا اي بي. ايه الابيبا اي بي ديت؟ اي بيات الرينج بتاعها من اول 169.254. اي حاجه دوت اي حاجه بتلاقيه خد رينج اي بيات ابيبا. طيب نرجع ليه, اتفرج كده فعلا 169 254 اي حاجه اي حاجه, والماسك بتاعه 255.0.0, طبعا ما خدش جيت واي ولا اي كلام منه. طيب انا لو جبت سيرفر, بصوا كده هجيب سيرفر اهو, احط السيرفر ده هنا واوصله. طبعا السيرفر ده لازم تديله اي بي وليكن 10.0.0.2. لو حضرتك فتحت السيرفر ده, حط له بس الاي بي بتاعه كده, طب الجيت واي بتاع السيرفر يبقى كام يا جماعه؟ ها 10.0.0.1. الله يفتح عليك يا ابو علي. ليه؟ لان السيرفر زيه زي اي جهاز كمبيوتر, ممكن يطلع على النت فهيعدي على الراوتر ده. كلام جميل. طب انا عايز اشغل السيرفر ده. خدوا بالكم السيرفر يعني ايه, يعني ايه كلمه سيرفر؟ سيرفر يعني جهاز خادم بيأدي خدمات, وعلى حسب الخدمه اللي بيأديها بياخد اسم. يعني مثلا لو انت راجل مثلا مليونير وعندك فيلا وعندك خادم بيقص لك الجنينه, هو خادم بس هو جنايني, بنقول عليه الجنايني, على حسب الخدمه او الوظيفه اللي بيأديها بياخد لقب. وعندك طباخ, هو خادم برضه بس ايه, بيطبخ الاكل فاسمه طباخ. عندك سفرجي وهكذا, عندك سواق نفس الكلام. كذلك على حسب الخدمه اللي بيأديها السيرفر ده بياخد اسمه. يعني لو السيرفر ده يشتغل كموقع نت بنسميه ويب سيرفر او اتش تي تي بي سيرفر. لو السيرفر ده هي مثلا
هيوزع اي بي هات في حالنا هنا، فهنسميه دي اتش سي بي سيرفر، صح كده؟ هنسميه دي اتش سي بي سيرفر. طب اجيبها ازاي؟ لو انت ضغطت هنا كده على السيرفر ده كده، وضغطت على كونفج او سيرفيسز، دي الخدمات اللي ممكن السيرفر يديها. ممكن يشتغل اتش تي تي بي موقع نت، ممكن يشتغل دي اتش سي بي، ممكن يشتغل دي اتش تي بي فيرجن 6، تي اف تي بي الملفات، يشتغل دي ان اس، يشتغل سيسلوج، يشتغل تريبل اي اوثنتيكيشن، يشتغل ام تي بي نتورك تايم بروتوكول. طبعا في حاجات كتير انت ما تعرفهاش، هنعرفها ان شاء الله مع الوقت. يشتغل كايميل سيرفر لو عايز تشغله كايميل، يشتغل اف تي بي الملفات. بس انا اللي انا محتاجه منه دلوقتي انه يشتغل اي نوع يا عم حسن؟ دي اتش تي بي. الله يفتح عليك. فاقول له انت اشتغل كدي اتش تي بي سيرفر، فرق اي بي. شو حتى الخدمه السيرفيس اوف واقفه، انا اخليها دلوقتي اون، تمام؟ وهقول له يا عم ارمي ستارت اي بي ادرس، ارمي من اول 10 0 0 كام؟ ما ينفعش اقول له من 10 0 0 1، لان الجيت واي بتاعك الراوتر واخد 10 1. طب 2 ما ينفعش اقول له 2 لان انا اللي واخد 2. ممكن تقول له من اول 3 لان فعلا مفيش حد واخد 3. ممكن بقى لو انت شاطر قول له يا عم ارمي من اول 100، رينج بعيد خالص عشان ما يحصلش اي تدخل ما بين اي بيات البسيطه اللي انا واخدها 10 1 و10 2. قول له ارمي من اول 10، من اول 100 براحتك يعني. هترمي ماسك قد ايه؟ هرمي ماسك قد كذا. ماكسيمم نمبر اوف يوزرز، عايز ترمي بحد اقصى كام اي بي؟ اقول لك هنا 512. انا فرضا عندي في الشركه بتاعتي 1000 جهاز، ارمي بحد اقصى 1000 جهاز واقول له سيف. تعالى كده نجرب عم حسن، هات الجهاز ده كده وقول له اوبتين اي بي اوتوماتيك، اسحب بالدي اتش سي بي كده. الله، شفت يا ابو علي؟ 10 0 0 100 والماسك 255 0 0 0. طب هو يا باشمهندس ما رماش جيت واي ودي ان اس ليه؟ لان انت ما قلتلوش. لو انت كنت قلت له ارمي كرامة، تعالى افتح كده السيرفر تاني وقال له جي اتش دي اتش سي بي، ارمي يا عم ديفولت جيت واي 10 0 0 1 وارمي دي ان اس 100. تعالى جرب بقى كده، تسحب تاني اي بي اوتوماتيك، اسحب تاني. الله، سحب المره دي اي بي وسحب كمان دي ان اس. هقول لك يعني ايه دي ان اس دلوقتي. طب لو جينا للجهاز التاني اهو نفس الكلام، مريح دماغي بقى، عاد اوتوماتيك على طول بيرمي اي بي وماسك وجيت واي ودي ان اس. الجهاز التالت نفس الكلام، اي بي وماسك وجيت واي ودي ان اس. لغايه كده عم حسن الكلام فيه مشاكل؟ الله يبارك فيك يا باشا. طيب كلام جميل، فهمته الاول، فهمته يعني ايه دي اتش سي بي. طيب واحد يقول لي يا باشمهندس طب افرض انا بقى ما عنديش في الشبكه الداخليه سيرفر عشان اخليه يعمل لي الخدمه دي. اقول لك بسيطه جدا، انت ممكن تشغل على الراوتر بتاعك خدمه الدي اتش سي بي. الدي اتش سي بي ايه ده؟ الراوتر ممكن يشتغل عليه دي اتش سي بي وهو اللي يفرق؟ عادي جدا، لان دي اتش سي بي عباره عن ابلكيشن، يتشغله على سيرفر، يتشغله على الراوتر نفسه، الراوتر نفسه يرمي. وان شاء الله يمكن في اخر الكورس، لان ما ينفعش اديك الكونفجريشن بتاعتها على راوتر سيسكو دلوقتي، في اخر الكورس هقول لك ازاي تعمل الكونفجريشن بتاعت راوتر سيسكو على تخلي الراوتر هو اللي يفرق اي بيهات للناس. ماشي الكلام يا رجاله؟ بعد اذنك يا هندسه اتفضل. هو بيمشي بالترتيب في التوزيع، مش بيمشي راندوم طبعا؟ لا بيمشي بالترتيب. تمام اوكي شكرا. بس ان شاء الله كمان لما تدرس كورسات مايكروسوفت هتعرف ان انا ممكن اربط، اقول له الجهاز ده الماك ادرس بتاعه ايه؟ تقول له يا راوتر الماك ادرس اللي اسمه ايه؟ ارمي له 10.0.0.50. اما بي ارمي له بالريزيرف الاي بي يعني. بالظبط تمام ماشي كده. هو بس هو الشأن هو بيرمي لك ترتيب، يعني فرضا ان هو امرامي اول ما رمى 100، بس 100 واحد واخده مش هيرميه، يقوم يرمي 102 103 104
105 و106 من التخدين، يوم يرمي 107 108، فاهمني؟ بس احمد ايوه مش مهندس ايوه حبيبي، الحته الاخيره دي هي موجوده في الراوتر نفسه برضو؟ الدي اتش سي بي ممكن تشغله او تفعله على الراوتر. لا احدد لكل يوزر عندي احدد له الاي بي بتاعه من الراوتر. تقول للراوتر يا راوتر اليوزر ده اهو ارمي له اي بي كذا ينفع. تمام شكرا. تمام طيب ده بالنسبه للجزئيه دي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي قصه الدي اتش سي بي سيرفر وازاي بيرمي الاي بيهات للاجهزه. خلاص يبقى احنا كده خلصنا من الجزئيه الاولانيه اللي هي بتاعه السورس اي بي ادرس. نخش بعد كده على الديستنيشن اي بي ادرس، وهو عنوان الجهاز المرسل اليه، عنوان الجهاز اللي انت هتبعت له الداتا. هقول لك على حاجه، لو قلنا الجهاز ده اي بي هو 10 10 10 2 والجهاز ده اي بي هو 10 10 10 254، وانا عايز الجهاز ده يدخل ياخد كده بشكل داخلي، ياخد اي فيلم مثلا او ياخد ملف موجود على الجهاز هنا اللي هو 10 254. حد فيكم يعرف ندخل ازاي؟ ممكن تسأل الدنيا هندسة؟ ممكن تسأل تاني السؤال ده؟ واحد بتقول ممكن ايه؟ نتورك شير. لا اي بي الراوتر اللي اخر في الراوتر نفسه 10 10 10 1 تمام؟ نرجع للجهاز التاني. لا غلط، انت قصدك تروح للراوتر. لا لو هتكلم حد داخلي الراوتر، هو اتعمل ليه الراوتر يا جماعة؟ الراوتر عشان ينقلني من جوه لبره بس. انما حد عايز يكلم حد داخلي، طب ما اهو مش حط المسار اللي انا رسمته ماشي ازاي؟ ما رحتش للراوتر خالص، رحت للسويتش والسويتش وداني بس كده، مش محتاج راوتر اصلا عشان انقل. يعني مثلا هل انا عشان انقل من جهازك ملف معين عن طريق الشبكه الداخليه ما بيننا لازم يبقى في نت؟ لا، هنقل بيني وبينك من غير نت؟ لا مش محتاج نت. بالنسبه للسويتش يا باشمهندس ده بياخد ايباد؟ هتعرف ان شاء الله قدام، بس لغايه دلوقتي قول له لا، يعني ان شاء الله قدام هتعرف انه بياخد. يعني طب بياخده ليه وبيتعمل بيه ايه؟ ان شاء الله برضو في كورس السويتشنج هوضح لك. تمام طيب ال يا شباب ثانيه واحده بس كده نمسح النقطه دي. هنبنج من ال بالديستنيشن اي بي يا باشمهندس، بالاي بي تبع الجهاز التاني. لا انا بقول لك انت عندك ملف انا عايز ادخل اخده. طب هقول لك على حاجه، اول حاجه لازم تعملها وانت على الجهاز ده لازم تعمل شير للملف ده. عارف ازاي تشير الملف؟ عشان اي حد في الشبكه عندك يقدر يشوفه ويدخل عليه. يعني انا عندي يا جماعه حاجات كتيره على الجهاز بتاعي، يعني مثلا دخلنا هنا كده في حاجات كتيره قوي هنا، انا عايز الناس تشوف الفولدر ده، الفولدر بس اللي اسمه بروجرامز ده. هو عامل كليك يمين واقول له شير ويز سبيسيفايد بيبل، واحدد اقول له ايفري ون، واقول له اد، واقول له اهو، واقول له شير كده. الملف اللي اسمه بروجرامز ده اتشير. بص يا جماعه حتى لما اجي اقف على بروجرامز ظهر هنا علامه اهي اتنين ورا بعض كده، عايز اقول لك ان كل الناس شايفه الملف ده. طب الملف التاني ده مفيش اي حاجه. طب هنا بروجرامز بتشاف. طب لو انا عايز ادخل على، طبعا احنا شيرنا الداتا على الملف على الجهاز اللي هو 10 0 10 10 10 254. عارف لو انت عايز من على اي جهاز تاني في الشبكه عايز تدخل على الجهاز ده تعمل ايه؟ تقوم واقف على الجهاز ده في قائمه ران تكتب 2 باك سلاش كده وتقول له دخلني على 10 دوت 10 دوت 10 دوت 254. ايه رايك؟ طب ما تيجي اوريك كده اهو، هاجي في قائمه ران واكتب 2 باك سلاش اهو دخلني على 10 دوت 10 دوت 10 دوت 254. لو ضغطت انتر ايه رايكم يا جماعه؟ ها اتفتح الملف اللي اسمه بروجرامز، ممكن ادخل عليه واخد اي برنامج انا عايزه اعمل له كده. شوف انا كنت هنا على الجهاز ده
كنت هنا على الجهاز ده ودخلت دلوقتي على الجهاز ده، اقدر اخد اي ملف من عنده عندي عن طريق الشبكة الداخلية. اهو ادخل على بروجرامز، ممكن اخد الملف ده اقول له كوبي واخده انا عندي مثلا على سطح المكتب واقول له مثلا بيست، يبقى كده الملف ده ايه رايك اتنقلوا عن طريق الشبكة. يبقى انتوا كده فاهمين ازاي تدخلوا على اي جهاز معاكوا في الشبكة الداخلية. يا باشمهندس يا عم حسن معلش، انا حاولت اعملها قبل كده من غير نت ما عملتش خالص. ملهاش دعوه بالانترنت يا حسن، ملهاش دعوه بالانترنت. وعلى فكره يا جماعه لازم تعملوا حاجه مهمه جدا، يعني انا دلوقتي لو حد يدخل على جهاز ساعات بيظهر لك يوزر نيم وباسورد، فانت بالظبط تخش على دي ادفانسد اند ادفانسد شيرنج سيتنج وتيجي هنا تيرن اوف ذا باسورد، تيرن اوف باسورد وتعمل بس كده تعمل اون للديسكفري نتورك ديسكفري. تمام فاهم تمام كده يا جماعه؟ لا طبعا يا باشمهندس مع استخدام اي بي لازم طبعا لازم كل جهاز يبقى له اي بي. انت تعرف يا حسن لما كنت احب اخد معلومه من اللابتوب مثلا جنبي، انا اللابتوب بتاعي اهو، اقوم مقرش كابل كروس واقوم موصله على اللابتوب الثاني وادخل على اللابتوب الثاني اشير المعلومه وادي له اي بي وليكن 10.0.0.1 وادي له اي بي وليكن 10.0.0.2 واقول له ادخل خد ادخل خد ازاي؟ اقول له دخلني على 10.0.0.2 يقوم داخل اخد الملف كوبي واحطه عندنا. سهله جدا ملوش دعوه بالانترنت، لا اسمه شبكه داخليه. تمام كيف وضحت كيف يا باشمهندس؟ وضحت طيب. ده كده كان بالنسبه للديستنيشن اي بي. طيب ده اذا كان الديستنيشن اي بي معايا في نفس الشبكه الداخليه، ده اذا كان معايا في نفس الشبكه الداخليه. امال لو كان في شبكه تانية بره زي موقع ياهو دوت كوم الاي بي بتاعه 66 44 55 33 مثلا، حضرتك المفروض هتعمل ايه؟ تفتح البراوزر عندك هنا كده وتكتب الاي بي بتاع الموقع اللي انت عايزه. احنا مش قلنا لازم تبقى عارف اي بي الموقع، صح كده؟ يعني انا دلوقتي مثلا عايز اعمل بنج على ياهو.com. ياهو.com بيرد عليا اهو، بصوا كده يا جماعه ده الاي بي بتاع ياهو. اه لو انا جيت هنا كده مثلا وقمت عامل كده وضغطت انتر دخلني على ياهو، تمام؟ فده اللي كان بيحصل، ده اللي كان بيحصل زمان، ان انا عن طريق الاي بي ادخل على الموقع. فكان طبعا كانت مشكله كبيره ان 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 عندك ملف كده على جهازك مسجل فيه بقى جوجل اي بي وكذا وفيسبوك اي بي وكذا مش عارف ايه اي بي وكذا وايه اي بي وكذا، فكانت مشكله بصراحه، كانت مشكله عويصه. فجت شركات الانترنت قالت احنا هنسهل على العملاء بتوعنا انهم ما يحفظوش اسماء المواقع، وهنعمل سيرفر نسميه دي ان اس سيرفر. نعمل سيرفر نسميه دي ان اس. يا جماعه دي ان اس سيرفر، دي ان اس سيرفر اختصار لحاجه اسمها ايه؟ دومين نيم سيستم سيرفر. دومين نيم سيستم نظام اسماء، يعني عباره عن ايه الدي ان اس ده؟ قال لك يا عم العميل يا زبوننا يا محترم، انت بس انت عايز تخش على موقع جوجل لازم تبقى حافظ الاي بي. انا اوفر عليك الموضوع ده، انا عندي جدول كبير جدا 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 ومكتوب فيه يا سيدي www.google.com واقول لك ان الاي بي بتاعه مثلا 100.1.1.1. عندي موقع اسمه www.yahoo.com الاي بي بتاعه 66.44.55 مثلا .33. طيب انا لما احب انا هنا اهو لما احب ادخل على موقع الياهو هكتب بقى هنا في صفحه النت www.yahoo.com. ايه اللي بيحصل؟ انت الاول لما كنت بتكتب الاي بي كنت بتروح مباشره على الموقع،
لكن دلوقتي انت بتكتب الاسم، ايه اللي هيحصل لما تكتب الاسم؟ هتروح لمين؟ هتروح للدي ان اس سيرفر، تقول له يا دي ان اس سيرفر. طب ايه اللي يخليك تروح للدي ان اس سيرفر؟ انت بتبقى مسجل رقمه عندك هنا عشان تبقى عارف انت رايح تسال مين. يعني بصوا كده يا جماعه، لازم ابقى مسجله، لازم ابقى مسجله هنا. بصوا دي يوز ذا فولوينج دي ان اس، من غير الدي ان اس، من غير الرقم اللي عندي ده، على فكره 4 8 ده دي ان اس بابليك اي بي بتاع جوجل، بتاع شركه جوجل. 4 8 ده دي ان اس سيرفر. المفروض ان انا ببقى مسجل على الجهاز بتاعي الدي ان اس سيرفر اللي اسمه 4 8، عشان اقول له انت يا جهاز لما تحب تروح تسال على www.com روح اسال الاي بي اللي هو 4 8 السيرفر 4 8 ده. فاول ما هتنطلق هتنطلق على ده، تقول له دي ان اس سيرفر yahoo.com اي بي هو ايه؟ الراجل طبعا متسجل عنده الاي بي، يقوم الدي ان اس سيرفر يرد عليك، يرد عليك كده اهو، يقول لك ادي اول واحده رحت انت سالته، الثانيه هو رد عليك يقول لك اي بي هو كذا 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 كذا. طبعا الباكت بتاعتك عشان تخرج محتاجه سورس اي بي وانت معاك اي بي، محتاجه ديستنيشن اي بي وانت ما تعرفوش. لما حضرتك كتبت yahoo.com رحت للدي ان اس سيرفر، الدي ان اس سيرفر رد عليك وقال لك انا الاي بي بتاع الياهو 66.44.55.33، وساعتها قام واخد هو الاي بي وانطلق على الموقع، فالموقع يفتح معاه. فاهمين حاجه؟ تعالى اعملها لك بشكل عملي عشان الرؤيه توضح، توضح معاك شويه. ادي لاب جاهز اهو يا جماعه، انا عايزك تتفرج على اللاب ده. انا خليني اقطع الكابل ده دلوقتي، ودي الاجهزه بتاعتي. لو تتفرج على الاجهزه دي، الاجهزه دي المفروض ان هي واخده اي بيهات بالدي اتش سي بي، بس هنستنى شويه بس لما بورتات السويتش تخضر عشان الداتا تتنقل. اخضرت اهي. المفروض ان الاجهزه بتاعتي ديت واخده اي بيهات بالدي اتش سي بي. بص كده، واخد الاي بي 10.002 الماسك الجيت واي، ومرمي له دي ان اس. سيبنا من الدي ان اس دلوقتي. المفروض انا عشان ادخل على موقع زي الياهو سيرفر ده، موقع يا جماعه ده موقع انترنت. طب شغلت السيرفر ازاي يا باشمهندس؟ موقع انترنت او ويب سيرفر، اضغط عليه كده سيرفيسز. المره دي بقى مش هشغله دي اتش سي بي، هشغله ايه؟ HTTP. هون هو طبعا عليه ملفات، ملفات يعني هو متبرمج بال HTML. انا اعتبر هنسيب الملفات زي ما هي بدل ما نغير فيها. انا دلوقتي عايز ادخل على الموقع ده، بفتح الجهاز بتاعي واقول له دخلني على، افتح صفحة النت عادي جدا اهو، واقول له دخلني على 100.002 واضغط انتر. ايه رأيكم يا جماعة؟ كأنه فتح على جوجل اهو. كأنه فتح على جوجل، لان انا كنت حاطط فيه صفحة جوجل قبل كده، يعني كنت دخلت هنا وقلت له امبورت، وفي ملف ولا حاجه، ملف HTML يعني. يعني مثلا تعالوا نجربها، لان الفيرجن ده حديث شويه، كل الناس دي ديليتد. طيب خلوني يعني لو انا عندي صفحه ما مثلا، صفحه زي دي كده، وانا هقول له سيف اس الصفحه دي، سيفها مثلا زي ما هي كده اهو، واقول له سيف، وهاجي على الراجل ده واقول له امبورت من داونلود الصفحة دي كده.
خلاص كده يا جماعه. وتعالوا نجرب كده ندخل على السيرفر ده كده، كله دخلني على 002 فاير نوت فاوند. الصفحه هي المفروض يعني المفروض يكون شغال، المفروض يكون شغال. ثانيه واحده شباب كده، مفيش مشكلة مع حضرتك. طيب معاك. طيب انا دلوقتي يعني ها عايز العب في الملف بتاع ال HTTP اقول له ايديت مثلا. تعالوا مثلا نجيب اي صفحة فاضية، اي صفحة فاضية، صفحة زي دي كده. عارفين عايزين تاخدوا الكود بتاعها كله فيو بيج سورس. ممكن تقول له كنترول اول وتاخد ده كده كوبي وتيجي هنا على نقفل بقى اللاب ده كده ونيجي على صاحبنا ده ونقول له كنترول اول كنترول في، نقول له سيف يس. وتعالى نجرب كده ندخل على صاحبنا ده الموقع ده اللي هو 100002 برضه فاير نوت فاوند. طيب انا على اي ان انا مش راجل بتاع اتش تي تي بي، يمكن صاحبنا يكون عامل مشاكل. بصوا انا هشيل السيرفر ده خالص وهجيب سيرفر تاني اهو، وخلينا نوصله. كابل كروس، لان السيرفر يعتبر جهاز كمبيوتر فاست 0/1 صاحبنا ده. ونقول له انت يا عمي 100 جيت واي 100001. وخلينا ندخل هنا من الجهاز ده على، شفتوا يعني فتح معايا كانه موقع نت سيسكو باكت تريسر. سمول بيج، عايز الايمج جاب لك، قال يعني موقع نت وانت بتتصفحه، واخد بالك. انما لو انت جيت تكتب مثلا على الصفحه كده قلت له دخلني على www. خلينا بقى نسميها cisco.com، cisco.com عمره ما هيدخلني. ليه؟ لان مفيش دي ان اس سيرفر ياخد منك الاسم ويسلمك الاي بي. فتعالى بقى نسمي الموقع ده بقى نسميه cisco.com. تمام. فانا عايز اعمل ايه بقى زي ما بيقولوا كده، عايز اعمل دي ان اس سيرفر، عايز اكريت دي ان اس سيرفر. فجبنا سيرفر اهو، حتى انا ممكن نمسح ده خالص ونجيب سيرفر تاني. عايز اعمل دي ان اس سيرفر اهو يا شباب، وهوصله هنا في الشبكه بتاعتي 0/0 بهنا كده. طبعا الكابل اللي انا وصلت بيه غلط، لان انا جبت كابل ستريت، المفروض كابل كروس عشان الكابل بتاعك يشتغل صح. شفتوا الكلام ان الدنيا خضراء اهي. احط اي بي للجهاز ده زي ما هو على الرسمه، في الرسمه بيقول لي ده 200002 ماشي، والجيتوي بتاعه 200001. الجيتوي بتاعه يا جماعه هو اي بي الفتحه ده بتاعت الراوتر اللي هي 200001. المفروض ان السيرفر ده انت هتشغله دي ان اس، هتقول له سيرفيسز وتقول له انا والله هشغلك يا عم الحاج انت دي ان اس. تقول له دي ان اس ايه دي ان اس؟ قول له انت دلوقتي اون، حط الموقع النيم بتاع الموقع. هنقول له والله كان عندنا موقع اسمه www.cisco.com. الاي بي بتاعه كام؟ كان 100002. واقول له اد. شفتوا كده يا جماعه؟ الموقع، اسم الموقع، الاي بي. عندك موقع تاني مثلا فيسبوك والاي بي بتاعه وليكن مثلا 90.1.1.1 مثلا يعني، واقول له اد. هتبدا المواقع تتحط لسته مواقع. الدي ان اس ده يا جماعه بيبقى المفروض عليه لسته مواقع العالم كله، اي موقع في الدنيا
لازم يبقى نازل عديد الناس متسجل بالاسم والاي بي. تعالوا بقى اتفرجوا معايا كده لما افتح الجهاز ده. خدوا بالكم قبل ما تفتحوا الجهاز ده تاكد ان انت عندك دي ان اس راح تساله. دي ان اس سيرفر هنا 200.0.0.2 اللي هو ده، تاكد ان في دي ان اس انت راح تساله، ولا لو مش موجود مش هيشتغل. وافتح صفحه النت بتاعتك وقول له والله يا عم دخلني على www.cisco.com واضغط انتر. ها فتح، اضغط انتر تاني فتح معايا اهو. عايز تتصفح اهو ده شغال زي الفل اهو 100 100. ده ايه الحلاوه دي؟ موقع شغال وداخل بيه يا جماعه، وداخل بالاسم. انا داخل بالاسم. فهمت ايه فكره الدي ان اس؟ فكره الدي ان اس ان احنا بنوفر على العميل بتاعنا بدل ما يقعد يحفظ اي بيات المواقع، لا هو يعرف ياهو، يعرف جوجل، يعرف فيسبوك، انما يحفظ اي بياتهم. وبالتالي خدمه الدي ان اس او سيرفر الدي ان اس بيسهل عليك حفظ الاي بي. انت بس ما عليك انك تبقى عارف الاسم، مالكش دعوه انت تعالى لي وانا هسلمك الاي بي وما تشغلش بالك انت بحاجه زي كده. فاهمين حاجه يا جماعه؟ جزاك الله خير. الحمد لله. ماشي يا عم استاذ احمد. بعدين اتفضل. لو على كده انا لو اتصلت بالموقع بالاي بي هيكون اسرع، لانه ما بياخذ اللفه الطويله هذه، بيروح للدي ان اس، بيروح دايركت للموقع. تمام هيبقى اسرع في حوالي 100 ملي سكند او 200 ملي سكند. وبالتالي يعني هي ده فرق السرعه اخ نبيل. سرعه ما تتحسش، بس انا صحيح سرعه ما تتحسش، يعني لو دخلت الاي بي اسرع طبعا الاي بي اسرع. فاهمني؟ ممكن سؤال يا باشمهندس؟ اتفضل. هو كده معناه ان اي دي ان اس سيرفر في العالم بيبقى متسايب عليه كل الويب سايتس الموجوده؟ مش بيبقى عليه كل الويب سايتس، بيبقى عليه معظم المواقع، وبيبقى فيه كمان في حته، يعني انا ممكن اعمل لك هنا، ممكن اعمل لك دي ان اس ما لهوش ولا موقع، واقول له يا ريس اعمل انا دي ان اس داخلي. اقول لهم يا جماعه انتوا الدي ان اس بتاعكم ده وانا مسجل عليه موقعين ثلاثه او مش مسجل عليه حاجه، بقول له دي ان اس اول ما حد يجي يسالك على اي بي الموقع الفلاني اجري بسرعه على جوجل الاي بي المحترم السيرفر المحترم ده اساله، هو يرد عليك وانت توصل المعلومه. فاهمني؟ انا كده شغلت الدي ان اس بتاعي كوسيط، بيسموه حتى دي ان اس ريلي، بياخد سؤالك يبصيه وياخد الاجابه يقوم يبصيها لك انت. يعني معنى كده ان انا عاوز اعمل ويب سيرفر، ادرس بتاع الويب سيرفر ده على دي ان اس كذا يعني كتير. صوتك بيقطع، تقول معنى كده ايه؟ يعني انا دلوقتي لو انا عاوز اعمل ويب سيرفر عندي، دلوقتي لو الاي بي بتاعي ده لو انا عاوز يعني اعمل له بابلش او كده او احطه على دي ان اس سيرفرز، لازم يعني بحطه على دي ان اس سيرفرز كتير، ولا مثلا بيكتفي موضوع جوجل ده؟ يكفي انك تحطه على تبابلشه، يعني لو انت عايز تبابلشه ديت يعني بيحطه على اكتر من دي ان اس. ماشي؟ ماشي شباب؟ تمام استسلم. طيب احنا خلاص خلصنا الجزئيه دي. باشمهندس احمد. باشمهندس كنت استاذن بس بالنسبه كان سؤال فادي، لما احنا كنا بنعمل دي اتش بي باشمهندس فادي او دي ان اس، او انت بتقدر تتحكم في ان انت لو انت عايز تقفل على الناس بتحط له الموقع العلاني او دي ان اس، تحط له موقع عالمي ما يطلعش بره ما تقدرش تدخله، تعمله زي ما فورد كده. فانت ممكن تتحكم لو اديته على جوجل ان هو ياخد اللي هو اليو اي اللي عايز يخش عليها على طريق جوجل ياخدها. لو انت مش عايز تمنعها انت ممكن تمنعها تديله مواقع هولنديه وتشيل الخمسه اللي هم الخمس سيرفرات الموجودين في العالم اللي عليهم كل المواقع بتاعت العالم كلها اللي هم فيهم دي الناس، ممكن اتحكم فيهم واحذفهم من عندي من السيرفر بحيث ما حدش يقدر يطلع بره. وكنا دي دارسينه في مايكروسوفت. تمام مش ده قصدي عليه، قصدك عليه ولا في حاجه ثانيه؟
لا هو كان بيسأل في حاجة باشمهندس أيمن، كان بيقول لك إن أنا دلوقتي عندي موقع نت، أنا دلوقتي عندي موقع إنترنت عامله عندي في البيت وعايز الناس تدخل عليه. طب عشان أخلي الناس تعرف الموقع ده، أنت بتعمل له حاجة اسمها بابليشنج. إن البابليشنج بياخد اسم الموقع بتاعك اللي أنت عملته أو الدومين نيم اللي أنت حجزته ويحطه على جوجل ويحطه على أكتر من دي الناس، بتاع جوجل بتاع ياهو بتاع كذا واحد، بحيث ان 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 بيحطوا لك على اكبر دي ان اسات، بحيث لو اي حد عايز يجي لك، طبعا لو بيسال دي ان اس صغير هيروح يسال الدي ان اس الكبير، والدي ان اس الكبير هيوصله ليك في الاخر. ده كان السؤال بتاع اخونا فادي. طب دلوقتي يا باشمهندس، لو انا حاطط الدي ان اس عندي مثلا في الشبكه تمام، وكاتب فيه مجموعه موقع معينه، لو العميل بقى حب يستخدم يعني موقع ثاني بخلاف الموجوده دي، هيسمح له مثلا ان هو يرجع للسيرفر الاساسي بدون الرجوع ليه، ولا لازم السيرفرات؟ لا طبعا الموجودة لا طبعا تقدر تخلي السيرفر بتاعك تقول له لو رايح يسال عن اي حاجه غير دول ما توديهوش في حته، فاهمني؟ من الاخر كده مسموح لك دول، من الاخر مسموح لك دول بس، اكتر من كده مش هعديك. تمام. طب المواقع الموجوده فيه دي بقى ممكن تكون يعني تكون نظام كاش، ولا هي مجرد بس سماح للاجهزه دي انها تدخل وتعدي؟ نظام كاش تقصد ايه بنظام كاش؟ ان المواقع دي اصلا متكيشه عندك على السيرفر ده؟ بالظبط كده، ان انا مثلا اكون مكيش الموقع دي اساسا، ولا ده حلقه وصل بس بين السيرفر؟ لو انت مكيش الموقع على السيرفر عندك، الجهاز ده مش محتاج انه يروح للموقع الرئيسي طالما الموقع هنا قريب منه. طب ما هو انا مكيشه كبيانات مثلا لحد يومنا ده، لحد التاريخ اللي انا واقف فيه ده. التحديثات بقى اللي نازله دي مش لازم يرجع للسيرفر؟ لازم يرجع للسيرفر. استاذنك يا باشمهندس، بالنسبه لمايكروسوفت انت عندك فيه ملفين، في ملف اسمه هوست ده موجود فيه، بيرجع له الاول، بيرجع ليه لما تيجي تبحث على اي ويب سايت او حاجه، بيرجع ملف الهوست. الهوست ده انا ممكن ادخلك من موقع انت داخل على موقع جوجل، ادخلك على موقع ياهو، بكيش في الهوست ده حاجه، دي نقطه. في الدي ان اس انت ممكن تحط له دي ان اس معين يوجهه لحاجه، ده حاجه انت عايزها بس، ما يروحش حاجه ثانيه. بتمسح داخل الدي ان اس في السيرفر، بتمسح الخمسه روت الاساسيين، لما الخمس سيرفرات الاساسيين اللي ياخد منهم كل التعليمات منهم، بتشيلهم وتحط له دي ان اس يديله بورت فوروردنج، ده حاجه انت عايزها بس، ما يطلعش اللي عليها. وكنا احنا في حاجات بنستخدمها شبيه ذلك، زي مثلا اللي هي دي ان اس الاسلامي مثلا، لو عندك طفل او مش عارف ايه مش عايز يخش على مواقع اباحيه، بتدي له الدي ان اس ده بيفلتره ويخش على موقع اباحي او موقع. ففي حاجتين لازم، الكاش اللي هو موجود جوه الهوست، ان انت تشيل اي حاجه فيها عليه تمسحها، او انت ممكن عايز تضيف نقطه ضيقه بالهوست الاول، ولو انت متصل بالسيرفر بتعمل ده عن طريق الدي ان اس بتاع السيرفر. الله ينور عليك يا باشمهندس. اوكي كده كويس. ماشي شباب. باشمهندس احمد، في بس نقطة صغيرة بس للناس اللي معانا في الكورس، اللي هيخش جماعة الامتحان معانا عشان نظام الاكاديمي، احجز له في الاكونت الاكاديمي، يتواصل معايا بعد الكورس. اللي عايز يخش ياخد الفاتشر على الامتحان النهائي، فعايز الشهادات الخمسة الاكاديمي وعايز الفاتشر، يتواصل معايا بعد الكورس عشان ابتدي اسجل الناس ديت. يبتدي بعد باشمهندس احمد يخش الجزء الفندمنتال الاولاني، نفتح امتحان الفندمنتال للناس وهكذا، عشان يبقى الشهادات بتاعته اكاديمي وياخد فاتشر على الامتحان النهائي. شكرا يا باشمهندس احمد. عفوا يا باشمهندس. خلاص شباب، طبعا عشان تدرس السيرفر الدي ان اس بالتفصيل ده طبعا بتدرسه في كورسات مايكروسوفت زي الباشمهندس ايمن ما هو دارس فيها، فهو يعني يقدر يرد عليك بالتفصيل قوي في حاجه زي كده، لان مايكروسوفت متخصصه في انك ازاي تعمل دي ان اس سيرفر. تمام. طيب ندخل على النقطه اللي بعد منها. ده كده كان بالنسبه، خلصنا احنا السورس اي بي ديستنيشن اي بي، السورس ماك والديستنيشن ماك. السورس ماك هو الماك ادرس بتاع جهازي انا، وليكن انتوا عارفين ماك ادرس بتاع جهازي مثلا ايه. ممكن يكون طبعا الماك ادرس ده بيبقى مطبوع على كارت اللان او محروق على كارت اللان. يعني واحد يقول لي طب احنا عايزين نشوف الماك ادرس بتاع الجهاز بتاعك، اهو يا سيدي اهو ديتيلز
اهو فيزيكال ادرس اللي هو 88 اي اي 1 دي اللي هو الايه الرقم اللي هو مكون من 12 رقم وحرف ده. واحنا كنا اتكلمنا على الماك ادرس قبل كده. فالسورس ماك هو الماك ادرس بتاع جهازي وده معروف بالنسبه للجهاز. طب الديستنيشن ماك انا عايز بقى اوضح لك طب الديستنيشن ماك تخيلوا مثلا الجهاز ده اي بي يو 10.0.0.1 والجهاز ده 20.0.0.1 الجهاز ده له ماك ادرس اكس ايه مثلا ايه ماك ادرس ايه والجهاز ده له ماك ادرس بي. طبعا احنا اتفقنا ان كل فتحه في الراوتر لها اي بي ولها ماك. هنقول الفتحه دي ماكها اكس، الفتحه دي ماكها واي، الفتحه دي ماكها زد، الفتحه دي ماكها مثلا دبليو. تخيلوا لو ايه هيبعت فريمه المفروض انها توصل لبي، هيبقى شكل الفريمه عامل ازاي يا جماعه؟ السورس اي بي كام؟ 10.0.0.1. الديستنيشن اي بي 20.0.0.1. السورس ماك ايه؟ الديستنيشن ماك بي صح كده؟ صح ولا ايه؟ لا غلط. ليه بقى؟ لان طالما الجهاز بتاعي اللي هو ايه ده قرر يخرج بره الشبكه بتاعته بيبعت حاجه اسمها ARP request. ايه الARP؟ معنى الARP يقول لك what is the MAC of الـ IP 20.0.0.1. فلما بيبعت كده طبعا بيجي للراوتر، فالراوتر يشوف انك بتسال على حد مش في الشبكه بتاعتك، انت شبكتك 10 فبتسال على حد. لو بتسال على حد في الشبكه بتاعتك يعني لو في حد هنا في الشبكه بتاعتك الراوتر مش هيرد. مين اللي هيرد؟ مثلا لو الجهاز ده مثلا هو اللي انت بتسال عليه يقول لك خد يا عم الماك بتاعي كذا، مفيش اي مشكله. انما لو انت بتسال على حد مش في الشبكه بتاعتك الراوتر خد باله انك بتسال على حد في الشبكه 20، قال طب ما انت في الشبكه 10 يبقى انت بتسال على حد بره الشبكه بتاعتك، وانا بصفتي كراوتر اقدر اوصلك لاي حد بره الشبكه بتاعتك، لذلك هبدا انا اتحرك واقول لك ابعت لي على الماك ادرس بتاع الفتحه دي. طب الماك ادرس بتاع الفتحه دي ايه؟ اكس، وبالتالي ايه يبعت على اكس. يبقى ده لما بعت الارب ريكويست صاحبنا ده رد عليه قال له ابعت لي الارب ريبلاي، ابعت لي على الماك ادرس بتاع كارت اللي عندي هنا اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اكس. طب يا باشمهندس ازاي المعلومه هتوصل لبي؟ ما انا جاي لك اهو. هيبدا الراوتر ده يبدا ياخد الداتا دي ويبدا يقرر ويشوف هي راحه منين؟ والله راحه من 10.0.0.1 راحه ل 20.0.0.1. يبدا يقول الطريق للشبكه 20 بيتخرج من هنا كده، الطريق للشبكه 20 من هنا. فرضا ان الراوتر عنده اكتر من مخرج، لا يقول لك لا عشان تروح ل 20 يبقى تخرج من الفتحه دي، يقوم شايل لك المكان ده ويركب لك مكان جديده، يقول لك اطلع بقى منين؟ من هنا لهنا. منين لفين يا جماعه؟ من واي لزد، تمام؟ من واي لزد. طب وبعدين لما تيجي للراوتر ده يقوم الراوتر ده يعمل ايه؟ يشيل المكات اللي هنا ويطلعك منين لفين؟ طبعا السورس اي بي والديستنيشن اي بي ما يتغيروش، 10.0.0.1 و 20.0.0.1. تروح منين؟ من دبليو ليه في الاخر الى بي. ايه رايك؟ يبقى اذا عشان اوصل المعلومه للراجل اللي اسمه بي انا ما يلزمنيش ان اعرف الماك بتاعه، اهم حاجه ان اعرف الماك بتاع الراوتر بتاعي اللي هو الجيتوي بتاعي عشان انا هرمي للجيتوي بتاعي. فاهمين حاجه يا شباب؟ طب مش هتنقل الاول من زد لدبليو يا باشمهندس؟ يا حبيبي ما هو كلهم داخل نفس الراوتر، مفيش حاجه اسمها كده. دخل. دخلت الراوتر من الفتحه دي بتخرج من الفتحه دي.
ما بينقلش من هنا لهنا، لان وصولها هنا كانها وصلت هنا، وصلت للجهاز ده عموما. يبقى دلوقتي بقى على شبكه، على الراوتر نفسه مش على الماس. الراوتر نفسه دخلها بص، دخلت للراوتر نفسه من الباب ده وخرجت من الباب ده. طب عند انتقالها هنا لا، بتنتقل في لحظات، ما مش محتاجه ان هي تعمل حاجه اسمها هوب كاونت او يبصيها من هنا لهنا. هي مجرد ما بتدخل هنا بيقوم شايل المكات دي خالص، وهي خارجه من هنا يقوم مركب لها المكات الثانيه الجديده. الارب يا استاذ فين مكانها بالضبط في الباكت هذه اللي راسمه؟ باشمهندس احمد. ايوه انا حسن يا باشمهندس. ايوه ابو حامد. ما انا المرجع، انا الحتت دي يعني الجزء ده لف لف جامده معايا. طيب نقول من الاول تاني يا شباب. معلش يا باشمهندس. نقول من الاول تاني. بصوا يا جماعه، لو الجهاز ده ماكو ايه، الجهاز ده ماكو بي، وانا عايز انا 10 0 0 1، الجهاز ده 20 0 0 1. لو الجهاز ده عايز يبعت معلومه للجهاز ده لازم يبقى عارف كام حاجه. خلينا دلوقتي نقول اربع حاجات: السورس اي بي والديستنيشن اي بي والسورس ماك والديستنيشن ماك. يعني الاي بي 10 0 0 1 عارفه ده اي بي بتاعي، و20 0 0 1 عارفه عشان الراجل اللي انا عايز ادخل عنده اقول له طول اديني الاي بي بتاعك. طب السورس ماك بتاعي ايه؟ عارفه. طب الديستنيشن ماك بتاع الراجل ده كام؟ بي. طب جه ازاي؟ ساعتها في الحاله دي ايه، ما كانش يعرف الماك بتاع البي، فبيبعت حاجه لاخ نبيل، حاجه اسمها ارب ريكويست. ما معنى الارب ريكويست؟ معناها وات از ماك اوف 20002. الارب ده عباره عن برودكاست، فيوصل كده ويوصل كده ويوصل كمان كده. لما يوصل للراوتر، الراوتر يلاقيك بتسال عن، اسف على فكره في غلطه انا غلطت فيها، المفروض ده يبقى 10 لانهم في نفس الشبكه. وات از ماك اوف 10 10002، 10002 انهم في نفس الشبكه يا شباب، صح ولا ايه؟ طيب تمام يا باشمهندس. فيقوم الراوتر يلاقيك بتستعلم عن حد موجود معاك في نفس الشبكه، فمش هيرد عليك لانك بتكلم حد معاك في نفس الشبكه. الراوتر امتى يتدخل؟ لو شايفك عايز تخرج بره الشبكه بتاعتك. فيبدا مين بقى اللي طبعا السويتش بعت الارب لده ولده ولده، بيسال يقول يا جماعه 10002 ماكو ايه؟ سؤال. مين اللي يرد ب 10002؟ وده 10002. مين اللي يرد يا جماعه؟ ايوه انا 10002. حد بيسال عليا؟ حد بيسال عليا؟ ايوه يا عم عايزين الماك بتاعك. يقوم يرد يقول لهم يا جماعه الماك بتاعي بيه. يقوم ساعتها راح صاحبنا ده يعرف ان الماك بيه فيسجله. يبقى انا كده عرفت الماك بتاعك، وتبدا البيانات تطلع من هنا لهنا. الارب يا اخ نبيل بيطلع من الجهاز السائل ده اسمه ارب ريكوست. في حاجه اسمها ارب ريبلاي لما صاحبنا ده يقول له ايوه الماك بتاعي كذا. ماشي كده يا جماعه؟ ده لو انت بتسال على حد موجود معاك في نفس الشبكه. طب لو بسال عن حد موجود في شبكه تانية بره، لو بسال عن حد موجود في شبكه تانية بره، صاحبنا ده مثلا اي بي وليكن 10001، صاحبنا ده اي بي 30001، الماك بتاع ده ايه والماك بتاع ده بي. وتخيلوا معايا ان الكابل ده وصل مباشره كده، فتحة الراوتر دي الماك بتاعها اكس، والفتحة دي الماك بتاعها واي. هتبعت انت بقى، انت عايز تبعت معلومة لمين يا شباب؟ اهو ادي الفريمة بتاعتي 10001 رايح يكلم 30001. الماك بتاعي ايه والديستنيشن ماك؟ انا ما اعرفش الماك بتاع ال 30 ده ايه. فاقوم باعت حاجة اسمها ارب ايه يا عم نبيل؟ ارب ريكوست. تمام كده؟ فالسويتش يقوم بعتها كده وبعتها كده وبعتها كده. طبعا ما حدش في دول 30 فمش هيردوا عليه، بس ساعتها الراوتر لقى انك بتسال على حد موجود فين؟
في شبكه انت في الشبكه 10 لانك بتسال على حد بره الشبكه بتاعتك. فيقوم الراوتر يوم يعمل ايه؟ يقول لك الشبكه 30 دي انا اقدر اوصلك ليها، الشبكه دي مش موجوده معاك بس موجوده انا شايفها واقدر اوصلك ليها. يقول لك بس معلش عشان اوصلك ليها ابعت لي الداتا بتاعتك هنا على الفتحه اللي اسمها اكس وانا اخدها من هنا وانا اوصلها لك. فتقوم انت ساعتها بعتها لمين؟ لاكس. وصلت الداتا للراوتر، يقوم الراوتر يعمل فيها ايه؟ عشان يوصلها ل 30.0.0.1 يقوم يعمل ايه؟ ادي السورس اي بي والديستنيشن اي بي زي ما هم ما بيتغيروش، يقوم شايل لك الراس دي خالص ويقول لك احنا نخرج الداتا من هنا ونوصلها هنا. هنطلعها من واي لمين؟ من واي اسف ليه؟ من واي لمين؟ وصلت المعلومه يا شباب؟ فلو هتلاحظوا ان الداتا بتتنطط بالماك ادرس. كل نطة ما بين جهاز وراوتر او راوتر وراوتر بتلاقوا الداتا بتغير فيها المكات. اما الاي بيات بالرغم انها فيرتشوال بتفضل ثابته من البدايه الى النهايه. مفهومه؟ كلام جميل. محتفظ بيه مثلا على الجهاز لفتره قد ايه كده هندسه؟ اللي هو الماك؟ لما انا بطلب مثلا ماك بي ولو هو معايا مثلا في نفس النتورك بحتفظ بيه لفتره قد ايه مثلا؟ تحتفظ بيه هل كل مره؟ لا اول مره بس. يعني مثلا يعني لو انا عايز اشوف الارب تيبل في الجهاز ده، الارب تيبل في الجهاز ده، فقول له ارب مسافه ماينس ايه. ايه يا جماعه؟ ارب مسافه ماينس ايه بيجيب لك كل المكات والايبيات اللي الجهاز اتعامل معاها. بقول لك انا اتعاملت، خدوا بالكم لاحظوا ان الجهاز ده احنا ما استخدمناهوش غير في الدخول على الجهاز ده. طيب بيقول لك ايه؟ انا اتعاملت مع 10.0.0.1. قال ده مين؟ ده الاي بي ده اللي ماكو ده. طب يا عم لا، ده انت ما اتعاملتش مع ده، انت اتعاملت مع ده. ما حضرتك عشان انا اتعامل مع ده ما بتعاملش معاه مباشره، برمي الجيت واي والجيت واي يرميها لو في راوتر بعده يرمي له، ما كانش بيرمي للراجل ده. فانا تعاملي كله بيبقى مع الجيت واي. فاهمني؟ مجرد ما بتتعامل معاه يا كريم لاول مره بيفضل متسجل لغايه ما تطفي الجهاز. تمام؟ طب انا عايز امسح الارب تيبل ده، قول له ارب مسافه ماينس دي ديليت. لو انت قلت له ارب ماينس ايه قول كده مفيش حاجه، اقول لك مفيش ارب. طب تعالى كده مثلا اتعامل مع الجهاز ده، الجهاز ده اي بي يو كام؟ 10.0.0.3. بنك بس عليه حتى، قول له بنك على، تمام كده؟ قول له ارب ماينس ايه؟ ها بقول لك انا اتعاملت مع 10.0.0.3 اللي ماكو كذا 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 اهو. طب انا عايز ابنج على 100.0.0.2، قول له بنج على، رد علي قول له ارب ماينس ايه. ها مش المفروض يجيب لي 100؟ لا ما يجيبلكش 100، يجيب لك اقرب ماك انت اتعاملت معاه. يقول لك انا اتعاملت مع الماك ده الاي بي هو ده. لا انت رميت لي جيتوي مباشره. لان انا لما احب اخرج بره الشبكه بتاعتي ما بخرجش كده ما بنطش، لا في 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 ادب لازم اوصل نفسي، اوصل للجيتوي والجيتوي بعد اذنه هو الراوتر ده هو اللي يتحكم في توجيهي بعد كده. ماشي كده يا رجاله؟ طب يا باشمهندس لو ايه ده عايز يبعت لبيه، ايه شبكه داخليه وبي ده خارج الشبكه، تمام؟ على فرض مثلا ان بي ده فاصل او مش موجود اساسا، وضع يكون ايه؟ الداتا وضعها يكون ايه؟ لو بي مش موجود اساسا انت كده بتبعت ادرس ريزولوشن بروتوكول او ارب لده، ده بيوصلها للراوتر. الراوتر بيقول لك بعد اذنك ابعت لي. الراوتر نفسه قبل ما بيقول لك ابعت لي بيشوف اذا كان هو شايف الشبكه دي ولا لا. لو مش شايفها يقوم يرد عليك ويقول لك الريتشبل، انا مش قادر اوصل، مش هينفع تكلم الناس دي، هنا انا مش شايفها. انما لو قادر يشوفهم يقول لك معلش ابعت لي على الماك ادرس بتاعي بقى وانا هتولى المهمه بتاع التوصيل الايه؟ توصيل حاجه زي كده. فاهمين حاجه؟ لو فاصل بقى يا هندسه، لا
يحتفظ. السؤال اللي فات بس هو شايف النتورك بس الجهاز اللي جوه النتورك فاصل، هيبعت اول باكت لحد الراوتر اللي قبل النتورك اللي هتوصل للراوتر. خد بالك خد بالك ويقع عندها. يا حبيبي لا هي كمان مش كده وبس، هيبعت لده. وده اصل انت بتقول لي في مثلا، تخيلنا في راوتر هنا وفي سويتش وفي شويه اجهزه جوه هنا، وانت عايز تكلم الجهاز ده والجهاز ده اللي واقع، عارف ايه اللي هيحصل؟ الداتا تخرج كده وتيجي من ده للراوتر ده، والراوتر ده اما يلاقي ده واقع هيقول لك ديستنيشن هوست ريتش. الراجل ده انا مش قادر اوصله، فاهم حاجه؟ ده بعد قد ايه بقى يا هندسه؟ يعني يرد عليا في خلال قد ايه لو الشبكه مثلا خارجيه ماكسيمم 5 ثواني. ده في الحالتين سواء مش موجود او موجود ماكسيمم 5 ثواني. لو موجود بيجي لك الرد في اقل من 200 ملي سكند 300 ملي سكند، انما ماكسيمم 5 ثواني او 4 ثواني ونص. ماشي شباب؟ معلش هندسه. لو على نفس النتورك وعمل ارب ريكويست مره وحبعته مثلا بعدها بفتره قليله، هيعمل ارب ريكويست تاني ولا مش محتاج؟ لو على نفس النتورك وعمل بعت له داتا، بعت ايه؟ بعت لبي اللي على ادي مثلا ايه، بعت لبي ادي ايه اهو ودي بي اهو، بعت اللي على نفس اللان بعت له داتا اول مره فاحتاج ان هو يعمل ارب ريكويست بعدها مثلا بخمس دقائق هيبعت له داتا، محتاج يعمل ارب ريكويست تاني؟ لا، طول ما بي متسجل عندي في الارب تيبل عمري ما بعت له ارب ريكويست. طول ما هو متسجل عندي عمري ما بعت له. ابعت له ليه؟ اطلع على طول الداتا على طول تتبعت. هو انا بعت ارب ريكويست ليه؟ لاني ما كنتش عارف الماك بتاع بي كام. طب انا عارف الماك بتاع بي متسجل عندي، خلاص ابعت له ارب ريكويست ليه؟ انا كنت عايز اعرف الماك بتاعه، عرفته. ماشي. طيب معلومه اخيره عايز اقولها لكم، عايز اكلمك بقى على البورتات، البورت نمبر. هنقول اخونا حسن راجل ما شاء الله كده يعني تاجر، وعنده بسم الله ما شاء الله عربيات، تاجر عربيات باقي ربنا. ماشي، فعنده جراج، الجراج رقم 80، جراج رقم 80 بيعين فيه العربيات الملاكي، وعنده جراج رقم 90 بيعين فيه العربيات النقل. ده اخونا حسن. في عندنا برضه اخونا نبيل، برضه راجل تاجر بس عنده الجراج رقم 100 بيعين فيه العربيات الملاكي، والجراج رقم 1 بيعين فيه العربيات النقل. وهنقول يا جماعة ان في صفقة عربيات ملاكي هتطلع من عند التاجر اللي اسمه حسن الى التاجر اللي اسمه نبيل. ازاي الداتا او ازاي العربيات دي هتطلع يا جماعة؟ هتبدأ صفقة العربيات، العربيات تطلع عربية ورا عربية كده. من الجراج رقم كام يا عم حسن؟ يا حسن معلش يا باشمهندس، بتقول ايه سيادتك؟ بقول لك صفقة العربيات هتطلع من عندك، هتروح لأخونا نبيل. العربيات الملاكي هتخرج عندك من جراج رقم كام؟ 80. وتمشي تمشي 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 لغاية لما تروح لعم نبيل في الجراج رقم كام؟ 100. تمام. كذلك البيانات، عندما تخرج البيانات أو الداتا من جهاز، من جهاز الشباب تروح لجهاز تاني، هي خارجه من عندك من فتحه وهميه، وداخله في الجهاز ده كمان من باب، من فتحه، وكانها خرجت عندك. لو انت عندك فتحه 2 3 4 عندك مجموعه بيبان، والراجل ده كمان عنده مجموعه بيبان، خرجت عندك من الباب ده اهو، فضلت ماشيه 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 ودخلت من الباب ده. تمام كده. هوريك فيلم كرتون يوضح لك الفكره اللي انا عايز اقولها، ولكن خليني أكلمك على أنواع البورتات. أنت فهمتها الأول في موضوع العربيات والجراج ده، خليني أكلمك على الـ أنواع البورتات. أنواع البورتات، في بورتات
معروفة known ports بورتات معروفة ودي محجوزة reserved محجوزة للابليكيشنز زي ايه يا جماعة زي ال HTTP شغال على بورت 80 زي ال FTP شغال على بورت 20 و21 ايه ال FTP ده طب ايه ال HTTP ال HTTP ده بروتوكول بيخليك تقدر تتصفح الانترنت البروتوكول ده شغال على بورت 80 يعني ايه شغال على بورت 80 يا باشمهندس مش فاهم يعني ايه شغال على بورت 80 يعني لو قلنا الموقع ده موقع انترنت يا جماعه تصفح اذا الراجل ده فتح لك الباب رقم 80 لو انت داخل تتصفح الموقع ده بتعدي من الفتحه رقم 80 او من الباب رقم 80 لو الموقع ده اشتغل ك FTP نقل ملفات وعايز تنقل ملفات من عليه بتخش على من بورت 21 او 20 تنقل منه الملفات اللي انت عايزها لو هو SMTP عارفين يعني ايه SMTP ميل SMTP اختصار ل سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول سيمبل ميل ترانسفير سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول SMTP شغال على بورت 25 لو قلنا ده ميل سيرفر لو قلنا ان الراجل ده ميل سيرفر فالراجل ده فاتح لي بورت كام عشان اعدي منه 25 عشان لو عايز يسند ايميل ابعته من بورت 25 طب تلنت هتشبع ان شاء الله تلنت من المره الجايه تلنت ده يعني اكتبها كده بالعربي تحكم عن بعد تلنت تحكم عن بعد التلنت شغال على بورت كام 23 يعني لو انا عندي راوتر موجود في مكان ما في السعوديه ولا حاجه ولا هنا في مصر بدخل للراوتر ده من فتحه وهميه اسمها فتحه 23 هتعرف الحصه الجايه ان شاء الله ايه قصه التلنت بس اعرفها دلوقتي مؤقتا ده تحكم عن بعد اذا كل برنامج انت بتستخدمه له بورت يعمل عليه كل برنامج انت بتستخدمه له بورت بيعمل عليه طب دي بالنسبه للبورتات اللي بتتفتح عند دي بالنسبه للبورتات اللي بتتفتح عند مين يا جماعه عند الديستنيشن او عند السيرفر اللي انا عايز ادخل عليه في بورتات اللي هي البورتات دي من 0 لما ال 1023 طب البورتات اللي بتتفتح عندي على الجهاز اول ما افتح صفحه نت كده مثلا يعني مثلا اول ما افتح صفحه نت كده يا جماعه بتفتح عندي بورت على الجهاز اوتوماتيك بتفتح بورت البورتات اللي بتتفتح عندي على الجهاز بتفتح بشكل عشوائي راندوم عشوائي عن طريق الاوبريتنج سيستم اللي انا شغال بيه البورتات دي بتتفتح معاك من بورت 1024 لغايه 65535 تفتح عشوائي تمام يعني اذا الداتا وهي خارجه من جهازي بتخرج من بورت الجهاز بيفتحه عشوائي وراح البورت معين هنا ده مش عشوائي بقى انت داخل تتصفح يبقى داخل من بورت 80 داخل تبعت ايميل يبقى انت داخل من بورت 25 طيب خليني اشرح مثال عشان اوضح لك خلينا نقول ان الجهاز ده اي بي يو 10.0.0.1 الجهاز ده 10.0.0.2 وهنقول ان الجهاز ده يا جماعه ده رايح يتصفح الموقع ده يعني داخل من بورت كام 80 تعال نشوف شكل الفريمه السورس اي بي كام والديستنيشن اي بي كام سيبك من الماك والسورس بورت والديستنيشن بورت سيبك من الماك لان الماك بيتغير وادي الداتا السورس اي بي كام يا جماعه لو قلنا السيرفر ده اي بي 200.1.1.1 سورس اي بي 10.0.0.1 ده السورس اي بي طب الديستنيشن اي بي راح يكلم 200.1.1.1 طب السورس ماك اسف سيبنا من ماك السورس بورت طب والديستنيشن بورت الديستنيشن بورت كام 80 صح كده اللي انت داخله
طب البورت اللي هيتفتح عندك على الجهاز عشوائي يفتح عشوائي وليكن 2000، احنا قلنا اي بورت من بعد 1024 وانت طالع وليكن 2000. دي الصفحه رقم 1 اللي صاحبنا لازم فتحها. طب لو قلنا ان نفس الجهاز يا جماعه نفس الجهاز هيفتح صفحه ثانيه، نفس الجهاز هيفتح الصفحة رقم 2 على نفس الموقع اهو، هيدخل برضو من بورت كام؟ 80. ايه اللي هيحصل؟ هنقول له هنا معلش يا هندسة. أيوة. لو سمحت اي لير اللي بيحط البورت بتاع السورس؟ الله عليك، الله على السؤال الجميل. ترانسبورت لير، اللير المسؤول عن وضع البورتات، ترانسبورت لير. يعني كنا بنقول ان النتورك لير هي بتعمل ادريسنج للاي بي ادرس، الترانسبورت لير هي اللي بتعمل ادريسنج للبورت نمبر. ماشي كده؟ طيب لو فتحنا صفحه ثانيه على نفس الموقع هنقول ان 10.0.0.1 راح يكلم 200.1.1.1 ديستنيشن بورت 80، ودي الداتا اهي. طبعا مش هينفع يفتح بورت 2000 لان 2000 مفتوح يوم مثلا 2005، صح كده؟ ما ينفعش الاثنين دول يبقوا زي بعض، الاثنين دول كانت بي زي سي. ماشي كده؟ طب لو الجهاز 10.0.0.2 بقى عايز يدخل على نفس الموقع هيدخل ازاي يا عم كريم؟ اهو وبرضه يدخل من بورت 80. ماشي الكلام؟ طب هيبقى شكله عامل ازاي؟ السورس اي بي 10.0.0.2 والديستنيشن اي بي 200.1.1.1 داخل من بورت 80 برضو، وادي الداتا اهي. طب السورس بورت كام يا ولاد؟ ينفع يبقى 2005؟ ينفع هندسه. طب ما 10.0.0.1 واخد 2005 هنا اهو يا عم اسلام. على جهاز تاني. ما ده جهاز تاني. الله يفتح عليك. ده جهاز صاحب كلهم فاتحين بورت 2005، ولكن ده جهاز وده جهاز. صح يا عم. ينفع الاثنين دول يبقوا زي بعض. طالما ده جهاز وده جهاز. فاهمين حاجة يا شباب؟ دي كانت التالتة ودي الصفحة التالتة. فاهمين حاجة؟ أنا حابب قبل ما أخلص معاك أوريك فيلم كرتون بيشرح موضوع الداتا وهي بتنتقل. يا رب كده بس الفيلم يكون شغال. سيدي نايس. اتفرج معايا على الفيلم ده كده. الفيلم ده بيشرح يا شباب، الفيلم ده بيشرح ازاي الداتا بتنتقل. يعني انا دلوقتي دخلت كتبت www.yahoo.com، فالداتا المفروض انها بتطلع من جهازي راح الموقع الياهو، موقع الياهو يبدا يحمل البيانات دي ويجيب لي الصور والكلام اللي موجوده. الصور والكلام اللي موجوده فين؟ في يجيب لي الصور والكلام اللي موجوده في موقع الياهو.
ازاي العمليه دي بتتم، ازاي انا بروح وارجع اجيب الصور والكلام، فده اللي هيشرحه الفيديو ده في ربع ساعه. بيعرفك بالابطال، تي سي بي باكت، يو دي بي باكت، الراوتر، حاجه اسمها بينج اوف ديس، دي بينج قاتله. ده سويتش. For the first time in history, people and machinery are working together, realizing a dream. A uniting force that knows no geographical boundaries, without regard to race, creed, or color. A new era where communication truly brings people together. This is the dawn of the net. Want to know how it works? Click here to begin your journey into the net. انت كتبت مثلا www.yahoo.com، الكلمة انت كتبته عبارة عن بيانات، عبارة عن اصفار، عبارة عن اصفار ووحايد تبدأ تتعاد بيه. ادي السيجمنت يا جماعة، ترانسبورت لير بتقطعها لسيجمنتات صغيرة، سيجمنت سيجمنت اهي. كل سيجمنت يا شباب بتركب لها الهيدر بتاعها، سورس اي بي والديستنيشن اي بي والسورس ماك والديستنيشن ماك. Because this particular packet is going out onto the internet, it also gets an address for the proxy server, which is a special function, as we'll see later. وطبعا لزق لزقة حمراء كده تعرف اللزقة دي عبارة عن ايه، وتبدأ الداتا تخرج فريم ورا فريم ورا فريم ورا فريم، وانت كده خارج من كارت اللان بتاعك اهو. الداتا خارجة من كارت اللان، كارت اللان ده الداتا بتخرج وبتدخل عليه، وقال الداتا خارجة مع الداتا داخلة يحصل اصطدام كوليجن والداتا تتدمر، طبعا بترجع تتبعت تاني، بس وارد يحصل اصطدام. IP packets, Novell packets, Apple Talk packets. They're going against traffic as usual. The local router. اه شفت الداتا ماشيه ازاي على السلك، شكلها يعني بانواعها بقى. الراوتر قاعد بيعمل ايه؟ بيختار افضل مسار. شوف شوف عمله عامل ازاي؟ قاعد في مفترق طرق، يبص على الديستنيشن اي بي. انت رايح الحته الفلانيه ادخل من هنا. انت عايز تروح الحته الفلانيه ادخل من هنا. لو ما يعرف لهاش طريق ممكن يدمرها زي دي كده. As the packets leave the router, they make their way into the corporate internet and head for the router switch. مثلا عدينا على سويتش. The router switch plays fast and loose with IP packets. طبعا السويتش بيبص على الماك. اه انت الماك بتاعك على البورت الفلاني، خش من هنا، انت خش على الفتحه دي. خدوا بالكم يا جماعه، احنا كل ده لسه رايحين لموقع الياهو دوت كوم. اسمعوا البروكسي سيرفر يا جماعة، اسمعوا البروكسي. شباب ايوه هندسة تمام، تسمعوا ايوه هندسة، تسمعوا البروكسي سيرفر بيعمل ايه؟ هو خاص بيحول مواقع معينة،
بالضبط. البروكسي سيرفر ده عباره عن هو وسيط عباره عن يو ار ال فلتر يبص يشوف انت رايح على انه موقع. لو لقاك رايح لموقع محترم بيقول لك تفضل عدي. لو لقاك رايح لموقع مش محترم بيدمر لك الباكتس بتاعتك ويقول لك ممنوع تخرج وتروح الموقع ده. وده اللي بيحصل في بعض الدول المحترمه زي مثلا الصين زي السعوديه عندها البروكسي فلتر البروكسي سيرفر ده عشان تحمي الشباب بتوعها من انه ايه او ممكن طفل قاعد على انه حاجات زي كده ما تفتحش قدامه. طبعا احنا عندنا في مصر لما الناس قالوا هنعمل بروكسي سيرفر عشان مفيش مواقع اباحيه الناس تعرف تطلع عليها طبعا الناس هنا زعلت قوي وعملوا مظاهرات. فاتفرج شوف البروكسي سيرفر ده يعمل ايه. بس يا باشمهندس في هنا المواقع المحجوبه دي بينزلوها البرنامج الاوبرا والمتصفح الاوبرا وبيدخلوا عليها عادي. انا معاك في حاجات بتكسر حاجه زي كده بس مش معظم الناس عارفاها. انت عشان راجل دارس شبكات او بتدرس شبكات او ليك علاقه بحد فانت عارف في غيرك ما يعرفش. ماشي تمام. شوف بس كده اتفرج ايه برضه اتفرج كده شوف البروكسي سيرفر هيعمل ايه. Proxy is used by many companies as sort of a middleman in order to lessen the load on the internet connection and for security reasons as well. As you can see, the packets are all of various sizes depending upon their content. Proxy opens the packet and looks for the web address or URL. Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent on to the internet. ها لا راح على موقع محترم مش business.com شال له اللزقه قال له كده فحصت انت راجل محترم تفضل. شوف بقى الراجل ده رايح على موقع مش محترم. With the approval of the proxy, that is to say corporate or management guidelines. لمبه حمراء نورت. هات المرزبه ها دمر الباكت دي. طيب نكمل بقى مع بقيه الباكتس المحترمه اللي ماشيه راح الموقع زي موقع اللي وصل. Next up the firewall. The corporate firewall serves two purposes. It prevents some rather nasty things from the internet from coming into the intranet, and it can also prevent sensitive corporate information from being sent out onto the internet. عدد الداتا مثلا على الراوتر تاني. الراوتر ده بفتحتين اهو. ها بيعدي من هنا لهنا. وارد ان في داتا تتدمر لان لاحظوا ان الباندويتس هنا كبير والباندويتس هنا قليل. عندك بيانات كتيره جايه هنا فلما تيجي تخرج هنا يحصل اختناق. في بعض البيانات هتتدمر في الطريق ده. When Mr. IP doesn't receive an acknowledgement that a packet has been received in due time, he simply sends a replacement packet. We are now ready to enter the world of the internet. A spider web of interconnected networks which span our entire globe. ايه ده المنظر ده؟ ده المنظر اللي هو انت بيسموه انترنت وركينج تربيط شبكات العالم كله ببعضها. شبكه مصر بشبكه انجلترا بشبكه فرنسا رواتر على مستوى السنترالات كلها توصلها ببعضها كابلات فايبر وداتا ماشيه فيها لف العالم كله. But because of this freedom, certain dangers also lurk. You'll never know when you'll meet the dreaded ping of death. A special version of a normal request ping, which some idiot thought up to mess up unsuspecting hosts. The paths our packets take may be via satellite, telephone lines, wireless, or even transoceanic cable. Cable fiber مرمي تحت البحر. It's possible. But they will get there eventually. That's why it's sometimes called. خدوا بالكم احنا لسه دلوقتي رايحين
رايحين لموقع الياهو. Working smoothly, you can circumvent the globe 5 times over at the drop of a hat, literally, and all for the cost of a local call or less. Near the end of our destination, we'll find another firewall. Depending upon your perspective as a data packet, the firewall could be a bastion of security or a dreaded adversary. لاحظين يا شباب، قبل ما ندخل على الموقع في حاجة اسمها فايروول حامية الموقع. الموقع اللي احنا داخلين عليه ده، ها، تصفح فاتحين بورت، فاتح بورت 80 وإيميلات فاتح لك بورت 25. الدي ان اس شغال على بورت 53، الدي ان اس شغال على بورت 53، التلنت 23، الاف دي بي نقل الملفات على 21. شوفوا دول كلهم مقفولين، مين اللي مفتوح؟ السيرفر ده بيقول لك انا سيرفر إيميلات وتصفح. بصوا كده البورتات اللي كنت بكلمكم عنها اهي. Those packets that meet its criteria. This firewall is operating on ports 80 and 25. All attempts to enter through other ports are closed for business. ها ادي بورت 80 اهو. Port 25 is used for mail packets. While port 80 is the entrance for packets from the internet to the web server. هذه التصفح اهو، دخلنا البورت بتاع التصفح اهو. Packets are screened more thoroughly. Some packets make it easily through customs, while others look just a bit dubious. Now the firewall officer is not easily fooled, such as when this ping of death packet tries to disguise itself as a normal ping packet. Okay, go on, it's okay, no problem. Have a nice day, be out of here, bye. For those packets lucky enough to make it this far, the journey is almost over. It's just a lineup on the interface to be taken up into the website. خلاص وصلنا الموقع والحمد لله، وصلنا بسلام الموقع. هيبدا الموقع يشفط يشوف انت عايز ايه، ياخد البيانات منك. انت بتقول له والله انا داخل عليك على الصفحه اللي اسمها yahoo.com، ابعت لي الصور والكلام اللي فيها. فهيبدا الموقع يشفط الكلام اللي انت عايزه او الداتا اللي انت ايه بعتها له، ويرد عليك بالداتا المطلوب. One by one, the packets are received, opened, and unpacked. The information they contain, that is, your request for information, is sent on to the web server application. طبعا بعد ما الداتا توصل من السورس للديستنيشن، كان في الحالة دي انت السورس وهو الديستنيشن، الهيدر ده بقى ما عادش له لازمة، بتروح تشال. السورس اي بي والديستنيشن بيخلص ملوش لازمة. انا هبعت لك باي بهات جديده، السورس اي بي هيبقى انا موقع النت او yahoo.com، وانت الديستنيشن في الحاله بعت لك الداتا اللي انت عايزها، حط لها هيدر تاني عند العوده بطريق العوده، وبدات الداتا ترجع هي عدت في كابلات الفايبر، دخلت عندك. بس دي الغلطة الوحيدة اللي في الفيديو، المفروض تخش عندك انت من بورت كام؟ 2000 3000 اي حاجة بعد 1024. وبعد كده دخلت الداتا دي على كارت اللان بتاعك، وبدأ كارت اللان بتاعك ياخد البيانات دي ويعرضها على سطح المكتب او على صفحة الاكسبلورر اللي انت فاتحها. فاهمين حاجة يا شباب؟ شباب الحمد لله. ايوه يا باشا الحمد لله. انا كده خلصت الحصه بتاعت النهارده. حد عنده اسئله؟ سؤال في النقطه بتاعت الاربر ريكوست تاني، معلش اتفضل. ايه الباكيت المعينه لو انا على نفس اللان، او المرحله المعينه بالظبط اللي بتعرف ان الهوست اللي انا رايح له داون؟ مثلا انا مثلا عايز اكلم بي، او عايز ابنج عليه، مش عايز ابنج عليه، عايز افتح شير كان مفتوح قبل كده والجهاز طافي دلوقتي،
يعني ايه الباكت المعينه اللي بتقول لي ان الجهاز ده داون دلوقتي؟ تمام. انت دلوقتي المفروض يعني مثلا الراجل ده المفروض ان هو بيجي يتعامل مع الراجل ده، المفروض لو انت عايز تدخل عليه مثلا كبنج، يعني مثلا الراجل ده طفي جهازه، تمام كده؟ المفروض ان انا لما اجي اعمل بنج على 10.0.0.3 ايه الاخبار؟ ما بردش. طب ما بردش ليه؟ لانك بعد تستعلم مثلا على المجده، ماشي كده؟ فالمفروض انك بعت كده ارب ريكوست، فده بعتها كده وبعتها كده وبعتها كده وبعتها كده، المفروض مين اللي يرد عليك؟ ده. طب ده مش موجود، انت قاعد مستني، تعدي 5 ثواني او 4 ثواني ونص، ريكوست تايم اوت، محدش رد. ريكوست تايم اوت معناه ايه؟ الوقت اللي انا منتظر فيه ده يرد عليا ما ردش، عدى وقت كتير قوي ما ردش، فاذا الراجل ده داون. فاهمني؟ تمام. بس هي الفكره في كده، ان انا ببعت له باكت المفروض ان هو يرد عليا، ما ردش عليا، خلاص يبقى الراجل ده داون. اوكي تمام. كذلك انت برضو لما بتيجي تبعت ارب ريكوست، لو انا عايز ابعت ارب ريكوست، فلما ببعت ارب ريكوست المفروض صاحبنا ده حتى يرد عليا يقول لي الماك بتاعي كذا، ما ردش، خلاص يبقى داون. الكلام ده بتعرفه خلال 5 ثواني. اوكي ماشي هندسه. ماشي شباب، حد عنده اسئله؟ سؤال يا باشمهندس بخصوص السورس اي بي والديستنيشن اي بي. ماله؟ لو جهاز طلب موقع معين، طبعا السورس اي بي بيبقى رقم الجهاز، بالنسبه للديستنيشن اي بي نفسه بيبقى رقم الاي بي للموقع ده ولا اي بي السيرفر اللي عليه الموقع؟ طب يعني ايه تقصد بايه؟ يعني بص، اصل الموقع لو انت عامل ويب سايت بتحطه على سيرفر، فانت بتدي له اي بي السيرفر، اي بي ده بتاع السيرفر. تمام. مش اي بي السيرفر ده خاص، انا طلبت مثلا موقع زي جوجل، جوجل مثلا بورت الاي بي بتاعه 4 8. ماشي تمام كده. على سيرفر بقى، السيرفر ده نفسه ليه اي بي ولا هو السيرفر هو الاي بي بتاع جوجل نفسها؟ يعني السيرفر بيبقى سيرفر خاص بجوجل بس ولا سيرفر مخزن عليه مجموعه مثلا مواقع؟ لا، هو السيرفر ده هي نوعين، ممكن يبقى السيرفر خاص بجوجل بس، وبالتالي انت لما بتكتب الاي بي بيدخلك على جوجل، ممكن يبقى سيرفر خدت بال حضرتك شايل اكتر من موقع. تمام. فانت لما تقول له مثلا تخيل انا شايل فيسبوك وشايل جوجل في نفس الوقت، انت بتروح للدي ان اس، يقوم مديك على عين الدي ان اس، يقوم رامي لك الاي بي، يقول لك الاي بي بتاعه كذا. انت لما تروح للسيرفر ده بالاي بي يقول لك بقى انت بتسال على فيسبوك ولا جوجل؟ جوجل. لا، يبقى افتح لك جوجل. لا، في فيسبوك. لا، افتح لك فيسبوك. هو اي بي واحد. طيب تمام. انا طلبت فيسبوك، تمام، في خانه بقى الديستنيشن اي بي، بينزل الاي بي بتاع الفيسبوك ولا بينزل لي اي بي الدي ان اس سيرفر؟ لا، الاي بي بتاع الفيسبوك ده في حاله انه مثلا عليه كذا سيرفر، في حاله ان السيرفر نفسه عليه كذا موقع مثلا، في حاله ان السيرفر عليه كذا موقع يديك الاي بي بتاع الفيسبوك. تمام كده. خلاص ماشي يا شباب. ماشي يا شباب. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ونتوب اليك، لا اله الا انت. اسيبكم في امان الله، ونتقابل ان شاء الله. الحصه الجايه مهمه عشان هناخد اوامر هنكتبها على الراوتر. يعني المهم هترد عليا ولا لا يا باشمهندس؟ هرد عليك، بس كلمني بكره، مش هينفع النهارده. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا حبيبي. يا ريت بس السوفت ماتيريال اللي الواحد يذاكر منها، ولو لو ممكن السلايدز اللي حضرتك بتشتغل منها. حاضر. عينيا والله. حاضر. انا يعني هرفع لكم. لا يا ريت بس علشان بس الدنيا ما تسحبش، والواحد يحاول يلم الدنيا اللي فاتت تلاقيها كترت شويه. بس بالله عليك. حاضر والله. عينيا حاضر. تسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.